السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله مع مشروع جديد حنعمل فيه شوبينج كارد. إيش المميز في الشوبينج كارد هذه؟ المميز فيها إنه إحنا في فيديو سابق عملناها فقط باستخدام ال HTML وال CSS مع جزء بسيط من الجافا سكريبت فقط ليتحكم في فتح وإغلاق الشوبينج كارد، لكن اليوم إن شاء الله راح نضيف لها مميزات إضافية مثل اللي نلاقيها بالعادة في المواقع التجارية اللي هي في الشوبينج كارد. فمثال على هذه المميزات، بإمكاننا مثلا نحذف آيتم من السلة، بإمكاننا مثلا نضيف على الكوانتيتي حقته، بإمكاننا كمان ننقص من كميته، ونلاحظ كمان لو نقصت كميته بحيث ان اصلا كميته تكون واحد واجي انقص زيادة هذا الشيء معناته انه حيحذف لي هذا الايتم. نلاحظ كمان انه هنا عندنا كاونتر حيعد لي كم عدد الايتم اللي كم عدد الايتمز اللي موجودة عندي في الشوبينج كارد، وكمان هذه حتحسب حساب انه كل ايتم كم عنده من كوانتيتي. فكل ما انا بعمل ابديت للكوانتيتي بشكل تلقائي عدد الايتمز اللي موجودة في الشوبينج كارت ايضا بيسلها ابديت. كذلك لو نلاحظ انه مثلا هنا سعر المنتج الواحد مثلا ب$16، فهنا برضو بامكان اني احسب التوتال برايس، وكمان هذا التوتال برايس بيسله ابديت اوتوماتيكلي برضو لو اتغيرت قيمة او مثلا الكوانتيتي للايتمز. فهذا اللي حنعمله ان شاء الله في مشروعنا اليوم. وكمان نلاحظ انه لو عملنا ريفرش انه الداتا محفوظة، يعني ما رجعت نفس الداتا اللي كانت اول، وهذا السبب يرجع انه احنا حنستخدم باك اند بسيطة، او خلونا نقول فيك API بسيطة، بحيث انه ساعدنا نعمل براكتس لبعض الـ API operations المهمة مثل الـ get، انه نحصل على المنتجات كأننا بنحصل عليها من باك اند حقيقية، ونعمل update باستخدام الـ operation put، ونعمل كمان delete. فهذا اللي حنعمله ان شاء الله اليوم في مشروعنا. التكنولوجيز والتقنيات اللي حنستخدمها ان شاء الله لبناء هذا المشروع حيكون view 3، وهو يعتبر JavaScript framework، وبالنسبة لي شخصيا يعني هو المفضل بالنسبة لي من بين الجافا سكريبت framework. وحنستخدم باك اند بسيطة، او هي بالاصح تعتبر NPM package اسمها json server بمثابة full fake API، بمعنى اني اقدر اعمل عليها بعض الاوبريشنز مثل الجيت، مثل البوست، مثل البوت، مثل الديليت. فيلا نبدأ. اول شيء حنعمله انه حنبني مشروع الفيو او حننشئه. فانا هنا في موقع viewjs.org، وحروح عند الانستول، وحنستخدم اللي هي الطريقة اللوكل. فعشان نستخدم الطريقة اللوكل حنستخدم فيها npm، فنحتاج ان نكون محملين already النود.js. طيب، فاول امر يبغاني اعمله حعمل npm init view at latest، فراح اعمل كوبي لهذا الامر، وحافتح تيرمينال جديدة وحالصق هذا الامر، وبعد كده اضغط انتر. فهنا حيعمل لي او حيسألني بعض الاسئلة، من ضمنها ايش اسم المشروع اللي ابغاه. فبامكاني اسميه اي اسم انا ابغاه، ما في مشكلة اني اخليه مثلا view-project، وبعد كده add typescript، ما حنضيف التايبسكريبت، وبعدين jsx support برضو ما راح نضيفه، view router ما راح نحتاجه في هذا المشروع، وبرضو هنا حنقول no، وهنا بالنسبة لليونت testing حنقول no، وهنا برضو end to end testing no، وEasel net for code quality no. بس بكل بساطة كده خلاص هو عمل scaffold او انشأ مشروع. فبإمكاني دحين إني أتبع هذه الخطوات اللي هي أعمل cd للمشروع view-project، وبعد كده نكتب الاسم بشكل صحيح، فهنا نحذف واحدة u. بعدين الآن إحنا بداخل هذا البروجكت، فأنا أول حاجة أبغاها إنه أبغى أفتح المشروع في الإديتور، فاللي هو الفيجوال ستوديو كود، فراح أقول كود بعدين فراغ دوت، واضغط انتر عشان يفتح لي المشروع في فيجوال ستوديو كود.
الآن فتح لي المشروع في فيجوال ستوديو كود. كمان آخر أمر اللي هو حيكون npm run dev عشان أشغل اللوكال سيرفر. فأنا بإمكاني مثلا أني أفتح التيرمينال هنا اللي هي الانتجريتد تيرمينال، فراح أقول npm run dev وأضغط enter. قبل ما أعمل npm run dev أنا محتاجة أنه أعمل npm install. بإمكان أني أختصر كلمة install بحرف الآي بس، فكده حيحمل لي اللي هي الباكيجات المطلوبة. الآن بإمكاني أني أعمل run للأمر npm run dev، ونلاحظ أنه بيقول أنه أقدر أشغل المشروع على اللوكال هوست 3000. طيب ونلاحظ أنه فعلا أشتغل عندنا المشروع. فالآن هو هذا مشروعنا. فاللي راح نعمله أنه إحنا أريد عندنا كود الـ HTML والـ CSS للـ Shopping Card. فاللي راح أعمله أنه أنا راح أخذ هذا الكود وأحوله إلى مشروع الـ View. فخلونا نرجع لـ Visual Studio Code ونشوف إيش الصفحة اللي نبدأ فيها. فحنفتح عندنا اللي هو مجلد السورس، والصفحة اللي حاليا أنا بأشوفها في المتصفح هي عبارة عن app.view. فمثلا لو أنا عدلت أي تعديل فيها، فخلوني مثلا أشيل اللي بداخل التمبلت ومثلا أكتب h1 مثلا أقول hello، وخلونا نحفظ. بمجرد ما نحفظ المفترض أنه على طول تظهر النتيجة في المتصفح، تمام؟ طيب نلاحظ هنا انه عندنا جزئية السكريبت، فحنحذف اللي بداخلها. وبعد كده عندنا في التمبلت، دحين حنشتغل في التمبلت، وبعدين عندنا اللي هي جزئية الستايل، تمام؟ طيب نلاحظ في الستايل عامل import لملف CSS، فهذا فعلا ملف الـ CSS هذا راح نستخدمه، لكن بالنسبة للتنسيقات المتبقية إن إحنا ما راح نحتاجها، فأنا راح أشيلها كلها. بعد كده أنا راح أبدأ أخذ من اللي هو كود الـ HTML والـ CSS اللي قد عملناه في مشروع سابق، فأنا راح أتوجه لي صفحة الجيت هاب للمشروع، واسم الريبو حيكون شوبينج كارد ديزاين. فالملف اللي راح أبدأ فيه اللي هو ملف الاندكس html. طيب خلونا نبدأ نشوف. أول حاجة إحنا محتاجين نغير العنوان، فهنا فين حنلاقي العنوان؟ نلاحظ إنه عندنا في الروت حنلاحظ عندنا ملف اسمه index.html. فأنا هنا بإمكاني أقول cart with view 3، وبعدين مثلا ممكن أقول dash youtube. بعد كده نشوف إيش نحتاج في ملف index.html. نلاحظ إنه عاملة import لي جوجل فونت، وكذلك لأيقونات فونت awesome، فهذه أنا راح أخذها وأنسخها زي ما هي وألصقها. مثلا هحطها بعد العنوان وألصقها. بعد كده نلاحظ عندنا هنا لينك للـ CSS فايل، لكن ما راح نستخدمه. بعد كده خلونا نبدأ في كود البدي. فأنا راح أحدد كود البدي بالكامل ألين ما أوصل لنهاية هذا الديف. نلاحظ هنا أنه في سكريبت لملف main.js، أنا ما راح أحتاج هذا السكريبت، فراح أنسخ هذا الكود بالكامل وخلاص. ما إحنا حاجة إلى ملف index.html أكثر من كده، فراح أغلقه. الكود اللي نسخته راح أحطه في app.view، فراح ألصقه وخلوني أحفظ ونشوف إيش النتيجة. طيب النتيجة حاليا هي كده، ما عندنا أي تنسيق موجود، فخلونا نعدل هذا الشيء. طيب حنرجع لصفحة الجيت هاب، وخلونا نروح للملف اللي كان مسؤول عن التنسيق اللي هو ملف style.css. طيب فأنا برضو راح أنسخه بالكامل. أنا بإمكاني هنا أعمل كوبي وأرجع للملف اللي قلنا راح نحط فيه التنسيق. نلاحظ انه هذا الملف موجود في
نفس الفولدر اللي فيه الاب.فيو، فمعناته في السورس، وبعد كده رايح للأسيتس، وبعد كده حيلاقي ملف اسمه base.css. فأنا كل الكود هنا راح أحذفه وأحط بداله الكود أو التنسيق حقنا، تمام؟ فخلونا نحفظ ونشوف النتيجة، ونلاحظ فعلا إنه اختفى دحين السايد بار، لكن لو ضغطنا على سلة التسوق ما راح تصير نتيجة. والسبب في ذلك إنه إحنا ما عندنا السكريبت للمين جي إس اللي كانت بتعطينا هذه الفانكشناليتي، لكن إحنا حاليا هنستوي هذه الفانكشناليتي باستخدام الفيو. لو رجعنا للكود، في حاجة بس أبغى أعدلها هنا. في ملف اسمه void.config.js، نلاحظ هنا انه عاطي اقدر المز لمجلد السورس بالعلامة at، فاللي ابغى اعدله انه هنا بدل ما يكون dot slash فراح احط بدالها at، تمام؟ الات تعني source، مجلد السورس. ابغى اتأكد كمان انه شكل الكارت نفسها يكون تمام، فلو نرجع لملف ال css، وهنا كان في طريقة انه عشان اظهر الكارت سايد بار كان اني اضيف لها كلاس اسمه شوب. بكل بساطة انا اللي راح اعمله انه راح اخلي من الاساس الليفت قيمته زيرو. وعشان تفهموا اكتر هذا الكود بامكانكم انكم ترجعوا لي فيديو اللي هو كيف اصلا بنينا الشوبينج كارد هذه باستخدام ال HTML وال CSS عشان يوضح لكم التنسيق اكتر. طيب، فحخلي الليفت بصفر وحارجع للمشروع. نلاحظ انه شكلها حاليا كده. نلاحظ انه عندنا الصور ناقصة، فانا حاليا راح استخدم صورة واحدة فقط حتكون لوكال. فاللي راح اعمله اني انا في مجلد الاسد راح أنشئ مجلد جديد، وهذا المجلد راح أسميه image، وفي هذا المجلد أنا راح أحط الصورة اللي راح أستخدمها. بعد كده أنا هأعدل في الباث للصور، فأنا راح أروح للجزئية اللي لها الكلاس card-products، وبعد كده أقول إنه الصور هذه فين حألاقيها. راح أقول من source، فالسورس قلنا at، وبعدين slash، بعدين assets، وبعدين بداخل الassets حطينا مجلد اسمه image، وبعدين بداخله الصورة. طبعا خلوني احفظ ونرجع للمشروع انه فعلا هنا ظهرت الصورة بشكل صحيح. وهنا انا في المشروع السابق كنت حاطة مثال على منتجين مختلفين، ولكن دحين استخدم منتج واحد فقط، فراح اخذ نفس المعلومات وراح اكررها. فخلوني مثلا هذا البرودكت الاول، فخلوني اللي بعد كده انا راح احذفهم، تمام؟ وراح اخذ نفس هذا البرودكت واكرره كمان 3 مرات، فخلوني احفظ واشوف النتيجة. فكده ظهرت عندي بشكل صحيح. في حاجة تانية انه بنفس مجلد الأسيت أنا راح أنشئ مجلد جديد عشان يضم لي اللي هو ملف CSS، عشان يكون عندنا الفايل استركشن منظم بشكل أكبر يعني. فراح أقول هنا CSS، وبعدين أنقل بداخله ملف CSS، تمام؟ نلاحظ طبعا بعد كده أنه راح يطلع لي error. ليه؟ لأنه في app.view أنا لما عملت import للملف حطيت انه الملف على طول في مجلد الاسيتس، فانا هنا محتاج اني اقول slash css بعدين base.css. بعد كده حنرجع نلاقي المشروع رجع اشتغل بشكل صحيح. كمان في هنا من ضمن الاسيت في صورة لللوجو، فهنا انا ما راح احتاجها فراح احذفها. في مجلد الكومبوننتس برضو مجموعة من الأيقونات ومجموعة من الكومبوننتس برضو أنا ما راح أحتاجها، فراح أحذفهم بشكل كامل. بعد كده راح نبدأ في أنه نضيف الفانكشناليتيز خطوة بخطوة. خلونا بالبداية نرجع لملف التنسيق عشان أبغى أرجع اللفت بقيمة اللي هي كانت ماينس
minus 100%، إذا أنا ماني غلطانة، minus 100%، تمام. وفعلا نلاحظ إنه رجعت الكارد اختفت مرة تانية، تمام. دحين في حاجة أبغى أنوه عليها، اللي هو السكريبت تاج. في فيو 3 السكريبت تاج هي بشكل طبيعي فقط اسمها سكريبت، لكن نلاحظ حاليا انه سكريبت وبعدين عندها كيورد اسمه سيتاب. راح اعرض الحين قدامكم صورتين نلاحظ فيها الفرق ما بين اللي هي السكريبت العادية والسكريبت اللي لها الكيورد سيتاب، فخلونا نشوفها مع بعض. فهنا انا حاطة اللي هي السكريبت العادية على جهة اليسار والسكريبت اللي لها الكيورد سيتاب على جهة اليمين، فخلونا نشوف الفروقات بينهم. نيجي للسكريبت تاج العادية، نلاحظ انه فيها import للref والcomputed من الفيو، ونلاحظ انه هنا بتعمل import لcomponent، تمام. بعد كده نلاحظ انه عندنا بنعمل export لobject، طيب. وبعد كده بنعمل register للcomponent عشان اقول او عشان اوضح انه هذا الكومبوننت انا راح استخدمه في التمبلت، من غير هذه الخطوة انا ما راح اقدر استخدمه في التمبلت. وبعد كده نلاحظ ان عندنا ميثود اسمها سيت اب، بداخل هذا الميثود عندنا مثلا متغير اسميناه نمبر، وعندنا مثلا كومبيوتد بروبرتي اسمها نمبر دبل، وعندنا مثلا فانكشن بالاسم سيت نمبر. عشان اعمل اكسس لهذه القيم كلها في التمبلت انا محتاجة وضروري اعمل لها ريتيرن. ليش؟ عشان اعمل لها اكسبوز على التمبلت عشان اقدر استخدمها في التمبلت. مقارنة بالسكريبت سيت اب نشوف ايش الفروقات. حنعمل امبورت للريف والكمبيوتر عادي، حنعمل امبورت للهيدر عادي، لكن نلاحظ انه انا ماني في حاجة اني اعمل اكسبورت لأوبجكت. هذه اول فرق. الفرق الثاني انه بمجرد ما انا اعمل import للكومبوننت معين، فهذا الشيء راح يخلي الكومبوننت متاح للاستخدام في التمبلت بطريقة مباشرة بدون ما حتى اعمله register. بعد كده الفرق الثالث انه انا ماني بحاجة لميثود اسمها setup، فانا بامكاني اني على طول اعرف مثلا متغير، اعرف computed property، اعرف اللي هو function. اخر فرق انه بإمكاني بشكل مباشر أيضا أني أستخدم هذا المتغير، أستخدم هذا الكمبيوتر بروبرتي، أستخدم الفونكشن في التمبلت بدون ما حتى أعمل لها ريتيرن. فأصلا حتى بمجرد النظر أنه الكود في السكريبت سيتاب أكثر بكثير من الكود في السكريبت أو اللي هي النورمال سكريبت، تمام؟ طيب بعد كده، بعد ما شفنا الفروقات ما بين النورمال سكريبت والسكريبت سيتاب، راح نعمل اول فانكشناليتي، وهي انه كيف راح اخلي الكارد تفتح لو انا ضغط على الايقونة، وكيف راح اخليها تغلق لما اضغط على ايقونة الاغلاق. هذه راح نستخدم فيها حاجتين مهمة او two concepts. الكونسبت الاول حاجة اسمها class binding في الفيو، والحاجة الثانية اللي هي راح نستخدم الايفنت، اللي هو لو نلاحظ هنا راح نستخدم الكليك ايفنت. الحاجة اللي احنا نبغاها انه مثلا لما اضغط ايقونة السلة، معناته انا هنا عندي ايفنت نوعه كليك، طيب. انا حخلي الكارت حقتي او السايد بار هذا يظهر. تفتكروا انا ايش سويت عشان خليت الكارت سايد بار يفتح؟ انا غيرت في قيمة من ضمن السي اس اس فايل، هي قيمة الليفت. لكن بشكل أساسي إحنا كنا في المشروع السابق في ملف الجافا سكريبت، إحنا كنا بنضيف للكارد سايد بار كلاس، هذا الكلاس اسمه شو، وفي هذا الكلاس كان بيعمل تغيير لقيمة الليفت بالقيمة صفر. وفي حال أنا شلت الكلاس هذا اللي اسمه شو، راح ترجع الكارد تتقفل من جديد، تمام. فمعناته أنا لما أجي أضغط على سلة التسوق، معناته أنا أبغى أضيف الكلاس اللي هو اسمه شو إلى السايد بار، ولما أضغط على أيقونة الإغلاق معناته هنا عندي إيفنت تاني اللي هو كليك من جديد، فأنا أبغى الكلاس هذا يختفي. طيب أنا راح أبدأ وأقول هنا في الـ app.view في كود السكريبت
عشان أنشئ متغير أنا محتاجة أعمل import للرف من ال view، فحقول from view، وبعد كده راح أقول هذا المتغير أسميه باسم is cart open. طيب، وراح أعطيله قيمة ابتدائية، حقول ref إنه false، معناته إنه الكارت مغلقة. تمام، على أساس هذا المتغير أنا راح أعرف هل أضيف الكلاس show أو لا. تمام، طيب خلونا نشوف. مثلا حأروح عند البوتون اللي ليه الاي دي كارت داش بوتون، وراح أضيف له event. طريقة كتابة الايفنت حقول at، إيش نوع الايفنت حقول at click، بعدين يساوي هنا حأنادي function راح أسميها show card، فراح أقول هنا show card. طيب، وبعد كده حأجي في الاسكريبت وأقول هذه الفانكشن كيف طريقة كتابتها، راح أكتبها على شكل arrow function، فراح أقول const وبعدين اسم الفانكشن اللي هي show card وبعدين يساوي arrow function، وبعدين اللي أبغى إني راح أغير قيمة هذا المتغير، أنا راح مو راح أسميه لكن حاعتبره flag. flag إيش يعني؟ معناته إذا كان true معناته الكارت مفتوحة، إذا كان false معناته الكارت مغلقة. فراح أقول هنا عشان أبغى أقول إنه الكارت مفتوحة، فراح أقول is card open، وبعدين عشان أغير قيمته فحأقول dot value حيساوي true. تمام، وبعد كده حأروح عند علامة الإغلاق اللي هي راح تكون بداخل الكارت سايد بار، بس خلونا نبحث عنها، اللي هو عبارة عن button للاي دي close dash button، أيضا راح أضيف له event، فراح أقول add click يساوي، وبعدين حأعمل function حأسميها hide card وراح أناديها هنا، وبعدين راح أعرفها في السكريبت وحأقول هنا const بعدين أقول hide card، حتساوي أيضا arrow function، وراح نغير هنا قيمة is card open dot value وراح تكون قيمتها false. تمام، طيب بعد كده إيش راح أستفيد؟ طيب خلونا نشوف هل المشروع بيصير فيه حاجة أو لا، ما بيصير فيه أي شيء. طيب كده إحنا عملنا الإيفنتس، لكن في حاجة متبقية اللي هي الكلاس binding. احنا قلنا الكلاس binding راح نضيفها على element للكلاس card.sidebar، عفوا card-sidebar، صح؟ طيب كيف طريقة الكلاس binding؟ انا راح اقول colon بعدين اسم الاتريبيوت اللي هو class، معناته قيمة الكلاس هنا dynamic وليست static، اي ليست ثابتة، فراح اقول قيمة الكلاس راح تساوي بعدين اقول object، ايش اسم الكلاس اللي ابغاه يتحذف او ينضاف لي السايد بار؟ show. طيب بناء على ايش راح يتحذف وراح ينضاف؟ بناء على قيمة المتغير اللي اسمه is card open، هذا اللي احنا نحتاجه بكل بساطة، وهذا هو الكلاس binding. الكلاس binding معناته قيمة الكلاس عندي متغيرة، معناته ايش معنى هذا الكود؟ معناته إذا كان والله قيمة الـ is card open true معناته أنا راح أضيف الكلاس show، وإذا كانت is card open false معناته show هذه ما راح تنضاف. طيب خلونا نعمل تيست ونشوف إذا حتزبط أو لا. طيب بالبداية راح أضغط وفعلا ظهرت عندي الكارد، وبعد كده راح أغلق وفعلا اختفت الكارد. بعد كده أبا أعمل جزئية، وهي إنه كيف أعرض الداتا على حسب يعني داتا محفوظة عندي في متغير. بالعادة إحنا نجيب الداتا يعني من API معينة. تمام، جزئية API هذه حنخليها للأخير إن شاء الله، فحاليا إنه بس نحط خلونا نقول mock data يعني داتا وهمية ونشوف كيف راح نعرضها. فاللي راح نعمله حنرجع للكود ونعرف متغير جديد، هذا المتغير حيكون اسمه products، فراح أقول const وبعدين أسميه products،
وبعدين حيكون يساوي ref، وحيكون بالبداية قيمته empty array، array فاضية. تمام؟ بعد كده أنا أبغى أول ما تتفتح الصفحة الري اللي اسمها products يصل لها populate، يعني تتعبى بالبيانات. فالفيو يوفر لنا حاجة اسمها lifecycle hooks، تمام؟ يعني المراحل اللي يعدي فيها الكومبوننت. فواحدة منهم اسمها unmounted، تمام؟ يعني وقت إنشاء أو وقت بناء هذا الكومبوننت. فبعد كده حيكون البارامتر تبعها callback function، وراح أخليه على شكل arrow function، تمام؟ وهنا أنا حغير قيمة البرودكتس، فراح أقول products dot value راح تساوي هذه الداتا زي ما قلنا بالعادة تجي من API، بس حاليا أنا لسه ما حتعامل مع API، فراح أخذها copy paste. فأنا راح أخذها من المشروع النهائي، فراح أروح للريبوزيتوري بداخل السورس ملف الاب دوت فيو. هيكون عندنا هنا جزئية أنا عاملة عليها comment، هيكون عبارة عن قيمة البرودكتس، راح أعمل copy وبعدين راح ألصقها في الكود تبعي، تمام؟ طيب آخر قوس هذا حق الأري ماني محتاجته لأني أريد أنا حاطة قوس هنا، فراح أعمل uncomment للكود هذا كله، تمام؟ فنلاحظ إنها عبارة عن إيش؟ عبارة عن array وتحتوي مجموعة من الأوبجكت، كل أوبجكت يعبر لي عن item في السلة، تمام؟ طيب كل item حيكون يحتوي على ID وحيكون عبارة عن صورة. بالنسبة للصورة عشان أتعامل مع الصورة ورح تكون dynamic، فأنا محتاجة إني أعمل لها import أول، تمام؟ كيف يعني راح أعمل لها import؟ هأجي هنا وأقول import وراح أعطيها اسم، فمثلا أنا ممكن أسميها make up image وأقول from، وفين ألاقي الصورة هذه؟ فإحنا عندنا الصورة راح تكون في source وبعدين assets وبعدين image وبعدين اسمها، لوني أتأكد من اسمها، راح يكون اسمها makeup.jpg makeup.jpg، تمام؟ كده أنا عملت للصورة import، فأنا راح أحطها هنا، تمام؟ بعد كده اسم المنتج، وبعد كده سعره، وبعد كده الكوانتيتي أو الكمية تبعه، تمام؟ وطبعاً عندنا هنا كل item لي ID مختلف، لكن أنا يعني خليت باقي المعلومات نفسها، لكن مثلاً ممكن بس غيرت هنا ما بين الكوانتيتي هذه والكوانتيتي هذه، تمام؟ طيب كده unmounted صارت products قيمتها هذا الأري. طيب خلونا بعد ما عملنا علامة أو عملية المساواة هذه، خلونا نعمل بس console log وتأكدوا أنكم لسه ما زلتوا بداخل الكول باك تبع الunmounted. فراح أقول console log وأبغى أطبع قيمة products products dot value، تمام؟ وخلونا نحفظ ونشوف النتيجة. طيب راح افتح الديف تولز وراح افتح الكونسول وخلونا نعمل ريلود من جديد، ونلاحظ فعلا انه هنا عندنا array وطولها 4، يعني تحتوي على 4 عناصر. وبعد كده لو دخلنا عند كل عنصر حنلاقي لي اي دي زي ما قلنا، والايمج والنيم والبرايس والكوانتيتي، فتمام. طيب بعد كده ما زال احنا لمن بنعرض هذه الداتا ما بنعرضها من المتغير products اللي دوبنا انشأناه، فتعالوا نشوف كيف راح نعرض هذه الداتا من المتغير. فخلاص حاشيل الكونسول لوج ما راح احتاجه بعد كده، وحنروح للجزئية اللي لها الكلاس كارت products. طيب فبدل ما اني اكرر ديف للكلاس product كل مرة، فبكل بساطة انا حاشيل ثلاثة منهم وأبقي آخر واحد أو أول واحد، وبعد كده حنشوف إيش القيم اللي بتتغير معانا. فعندنا مثلا السورس تبع الإيمج بيتغير، ف
أو بالأصح في حاجة قبل الـ view توفر لنا هي اسمها directives، ومن ضمنها حاجة اسمها v-4. v-4 إيش فائدتها؟ فائدتها أنها تعدي على array، تمام، وتعطيني الكود المقابل لكل item في الarray. كيف يعني؟ يعني مثلا أنا أبغى الديف هذا اللي الـ class product يتكرر لكل عنصر في الarray، فأنا راح أروح لهذا الديف وراح أقول v-4 وبعدين أقول product in واسم الأري حقتنا اللي هي products، وبعد كده نلاحظ أنه هو بيعطيني خطأ، فالخطأ هنا بيقول أنه ضروري إذا أنا استخدمت v-4 يكون في attribute اسمه key، هذا الكي يميز خلونا نقول كل item. طيب فراح أقول bbind أو أعوض عنها ب colon بعدين اسم الاتريبيوت كي راح يساوي، طبعا البرودكت هنا راح يكون عنده ID، فأنا بإمكاني أقول product.id، تمام. نلاحظ أنه هنا خلاص العلامة اللي هي الخط الأحمر راح. طيب طبعا ضروري هنا عندنا أنه الكي يكون يونيك لكل item زي ما قلنا. طيب بعد كده نشوف القيم زي ما قلنا اللي راح تتغير معانا. حقول السورس راح يكون دايناميك، فأول ما راح يكون دايناميك حقول v-bind، أو بإمكاني أقول يعني مثلا أخليها زي كده وأقول إنها هي عبارة عن product.image، أو أختصر هذا وأشيل v-bind وأخليها colon source يساوي product.image، تمام. الالت برضو راح اخليه دايناميك وراح اقول انه هو عبارة عن البرودكت دوت نيم مثلا اسم المنتج، وبالنسبة للكلاس تمام. هنا نلاحظ انه عندنا اسم المنتج، فنلاحظ هنا انه محتاجين دبل كيرلي بريسز عشان نعمل رندر للقيمة هذه، فراح اقول برودكت دوت نيم، وبعد كده هنا راح يكون عندنا السعر بس راح أبقي الدولار ساين، بس بعدها راح أفتح كيرلي بريسز دبل كيرلي بريسز وبعدين أقول product dot price، تمام. بعد كده نلاحظ هنا أنه في حاجة واحدة باقية اللي هي quantity، فبرضو دبل كيرلي بريسز وبعد كده product dot quantity، تمام. طيب أعتقد هذا كل اللي نحتاجه إلى الآن، فخلونا نحفظ ونشوف النتيجة. طيب نلاحظ إنه فعلا ظهرت عندنا الأيتيمز هذه من المتغير اللي هو اسمه product، تمام. وكمان لو جينا عند الإليمنتس ومثلا حددت عند عنصر معين، نلاحظ مثلا إنه في الصورة فعلا عنده الألت حقه صار اسم المنتج وجميع المعلومات ظاهرة إن شاء الله بشكل صحيح. بعد كده اللي أبغى أعمله إني أبغى أقسم الكود حقي، بدل ما يكون كل الكود في ملف واحد، يعني مثلا كل يكون في الـApp.view، أنا عندي إمكانية إني أقسم الكود إلى component. يعني مثلا كمثال إنه بإمكاني أعمل component خاص بالproduct، ويصير أشيل الكود هذا كله للبرودكت الواحد ويصير فيه هذا الكومبوننت. فيلا خلونا ننشئ كومبوننت. الطريقة راح تكون بأنه في مجلد الكومبوننت راح أعمل ملف جديد وأسميه بالاسم اللي أنا أبغاه، فراح أسميه product.view، وبعد كده راح أعمل اللي هو الكود المبدئي لي، فراح أعمل اختصار اللي هو view، تمام. طبعا هذا الاختصار بمساعدة extension من Visual Studio Code اسمه Vitter، فبإمكانني أول ما أعمل install لهذا الاكستنشن وأجي على ملف الـ .view وأكتب view وأضغط enter يعطيني هذا boilerplate أو الكود المبدئي، تمام. بعد كده بس تعديل بسيط إن السكريبت إحنا نبغاها من نوع setup، وراح نشير الإكسبورت من داخلها، والستايل هنا راح يكون سكوبت. ايش يعني سكوبت؟ معناته اي ستايل راح احطه في هذا الملف راح يكون ظاهر للعناصر اللي موجودة في هذا الملف فقط، تمام. طيب
بعد كده اللي راح أعمله إنه طيب خلونا مثلا نعمل import لي هذا ال component, import لي ال component product, وبعدين from اللي هو at, وبعدين slash components, وبعدين slash product. طبعا احنا قلنا دحين مع السكريبت setup انا خلاص ماني محتاجة اني اعمل register للكمبوننت, بامكاني بشكل مباشر اني استخدمه في التمبلت. فعلى طول هنا راح اجي عند التمبلت واقول product, وخلونا مثلا هنا نكتب بالداخل اي مثلا h1, وخلونا نقول hello hello product عشان نتأكد انه شغال بشكل صحيح. طيب ونشوف النتيجة هنا عندنا في المتصفح. حاليا هو بيقول هنا انه في خطأ, فخلونا نرجع للإمبورت. غالبا انه يكون هو في الخطأ, فهنا بنعمل احنا import لي product from add, وبعد كده slash component slash product. خلوني اني اجرب اضيف الامتداد dot view, هل هو ممكن يكون السبب لهذا الخطأ؟ وفعلا كنت محتاجة اني اضيف الامتداد dot view. تمام, طبعا نلاحظ هنا انه فعلا ظهر اللي هو hello product, فاذا كده شغال البرودكت عندنا او الكومبوننت برودكت. تمام, طيب بعد كده راح اخذ الكود اللي انا ابغى اوديه لهذا الكومبوننت, وراح اخذ هذا الكلاس اللي هو الديف اللي هي كلاس برودكت بشكل كامل. تمام, وراح انقله لي الكومبوننت هذا. طيب بعد كده انا ماني محتاجه طبعا ال h1 هذا, انا حطيته بشكل مؤقت فقط. طيب ال v4 انا حاشيلها من هنا, ليه؟ لانه انا ما عندي اكسس للبرودكت في هذا المكان, فانا راح اشيل هذا ال v4. تمام, طيب كيف هذا الكومبوننت راح يحصل على معلومات البرودكت؟ طيب الطريقة هي, خلوني بس أشيل السكريبت هذه وأخليها فوق قبل التمبلت. الطريقة إنه في حاجة اسمها props. props يعني إيش؟ هي طريقة البرنت يعمل بيها باس لإنفو معينة الى الشايلد. يعني هنا عندنا البيرنت اللي هو الاب دوت فيو, طيب انا محتاجة منه اللي هي معلومات البرودكت, ومعلومات البرودكت هنا متوفرة صح, ابغى اعمل لها باس للبرودكت دوت فيو. فالطريقة هي انه انا هخلي البرودكت هذا هو اللي راح اعمل عليه في داش فور, وراح اقول برودكت تمام ان الاري برودكت, لا ماني كاتبه السبيلينج صح, products ايوه كده, وبعدين زي ما قلنا الكي ضروري, فراح اقول product.id. طيب في حاجه كمان انا محتاجه اني اعملها, انا محتاجه اني اعمل باس للبرودكت, فهنا الطريقه راح تكون colon بعدين اسم البروب ايش راح يكون, ممكن اسميها اي حاجه, فانا راح اسميها بالاسم product. تمام, وبعدين راح اعطيها قيمة اللي هي ايش, اللي هي المتغير product. طيب فهنا راح اكتب product, مو شرط انه يكون هذا الاسم نفس هذا الاسم, هذا اسم البروب اقدر اعطيه اي حاجة راح يساوي قيمة اللي هو البرودكت. تمام, طيب كده انا ارسلتها من البارنت. طيب انا محتاجة اني استقبلها في الشايلد, فبداخل السكريبت تاج راح اقول حاجة اسمها define props. تمام, وبعدين راح يكون عندنا هنا array, وبعدين اقول ايش اسم البروب, اسم البروب راح يكون product. تمام, ونحفظ طبعا عندنا define props, هذه حاجة متوفرة بداخل السكريبت setup, وانا حتى ماني محتاجة اعمل لها import. طيب كده يصير البرودكت خلاص اتعرف عندي في هذا الكومبوننت, وبامكاني اني استخدمه.
تمام. طيب خلونا نجرب انه فعلا النتيجة صحيحة وتظهر بشكل تمام، فنلاحظ انه فعلا النتيجة تمام. طيب بعد كده في حاجة ابغى اعملها، انه التنسيقات الخاصة بهذا الديف وكل العناصر اللي بداخله ابغى انقلها في هذا الكومبوننت. ليش؟ عشان خلاص اخلي كل كومبوننت لي التمبلت الخاص فيه، ولي السكريبت الخاص فيه، ولي الستايل الخاص فيه، تمام. فخلونا نروح هنا عند base.css، وابتداءً من هذا الكلاس اللي هو .product، راح اخذ هذا الكود بالكامل وانزل للاسفل ونشوف الى فين راح نوقف. الين هنا، الين ما قبل الفوتر، الين ما قبل الكلاس .cart-footer، راح اشيله بالكامل وراح انقله الى الستايل في product.view، تمام. خلونا نحفظ ونشيك انه كل الامور تمام، نعمل ريفرش من جديد وكل شيء تمام. بعد كده خلونا نبدأ في انه نشتغل على اللي هي الفيتشرز، اللي هي عبارة عن حذف منتج وتعديل على كمية المنتج، تمام، سواء بالنقصان او الزيادة، تمام. طيب احنا عندنا حالتين، حيكون عندنا الحالة السينك اللي هي بدون API واللي حنبدأ فيها دحين ان شاء الله، طيب، والحالة الثانية اللي هي حتكون async لما نعمل API، وبعدها حنرجع نعيد تكويد او نعدل تعديلات معينة على نفس الفانكشنز اللي حنعملها دحين عشان تصير async. فخلونا دحين نركز على اللي هو انه نشتغل بدون وجود اي API، تمام. طيب فأول حاجة أنا راح أبدأ بيها اللي هو كيف نحذف منتج. طيب خلونا نرجع للمشروع ونشوف فعليا إحنا كيف راح نحتاج أن نحذف منتج. بكل بساطة إحنا نحتاج أنه نضغط على اللي هو علامة أو أيقونة التراش، تمام. فهنا محتاجين event، يعني حيكون at click event. طيب نلاحظ هنا أنه التراش هذا عبارة عن button، والبوتن هذا موجود في الكومبوننت برودكت اللي هو فين بالتحديد هنا. طيب انا لما اجي احذف هذا المنتج انا محتاجة اني احذفه من الاراي اللي هي of products. طيب الاراي of products هذه فين موجودة؟ موجودة في app.view، يعني موجودة في parent. طيب انا كيف راح اعمل الكليك ايفنت في الشايلد اللي هو البرودكت، وراح اخبر الapp.view انه احذف هذا المنتج من الاراي. فهنا احنا راح نتعرف على كونسبت جديد اللي هو emitting events. ايش يعني emitting events؟ يعني في event بيحصل في الchild لكن انا راح اعمل له emit للparent عشان يعرف الparent بهذا الevent فهو يعمله processing. فخلونا نمشي حبة حبة. اول حاجة راح نجي على الcrash button واجي اقول عنده at click، طيب، وبعدين يساوي طريقة الإميتينج راح تكون دولار ساين، بعدين نكتب كلمة إميت، بعدين أكتب اسم الحدث اللي بيصير، فأقدر أسميه أي اسم. فأنا كمثال ممكن أسميه ريموف داش آيتم، تمام. طيب أي آيتم بالضبط اللي أنا راح أحذفه؟ أنا لازم أرسل معلومة، هذه المعلومة توضح لي إنه هذا المنتج اللي أنا أبغى أحذفه. فراح أرسل كمان argument تاني، هذا argument راح يكون عبارة عن product، خلونا كده نرفع شوية product.id، تمام؟ ممتاز. حنيجي كمان نوضح في السكريبت. في السكريبت إحنا كنا بنوضح البروبس، البروبس كانت أشياء بتجي من البارنت للشايلد. حنوضح كذلك حاجة اسمها اللي هو define emits، يعني إيش الأشياء اللي بيتعمل لها emitting من الشايلد، يعني العكس. فراح تكون بنفس الطريقة، راح تكون عبارة عن array. فهنا إيش الإيفنت اللي بنعمل له emitting؟ راح يكون remove dash item. طيب عشان هذا الشيء يساعدنا في الدوكيومنتيشن، او يعني ايه انه نفهم هذا الكومبوننت ايش بيجيله من بروبس وايش بيعمل emitting لايفنتس. طيب نيجي نستقبل هذا الايفنت اللي اسمه remove dash item عند الاب،
فين راح نستقبله بالضبط؟ عند الـ product component. راح أعمل له catch أو handle، راح أقول at، وبعدين الاسم اللي أنا كتبته هقول remove dash item، وبعدين يساوي، وأنادي function معين عندي في الـ app.view. أنا لسه ما أنشأت هذا الـ function وأقدر أسميها أي اسم، فأنا راح أسميها remove item. طيب حنروح هنا عندنا في السكريبت، وبعدين نقول هنا const، ونعرف هذا الفانكشن راح تكون عبارة عن remove item، وراح تساوي arrow function. نفتكر انه احنا رسلنا product.id، طب كيف راح نستقبله؟ بهذه الطريقة راح نقول dollar sign بعدين event. خلونا نعمل اول حاجة log للإيفنت هذا، ونشوف ايش القيمة اللي راح ترجع لنا، ونشوف هل شغال تمام ولا لا. طيب خلونا نعمل ريفرش كده ونشوف الكونسول هنا من اسفل، ومثلا نضغط على المنتج الاول، نلاحظ انه طلع لنا واحد، يعني الاي دي واحد. يعني مثلا ابى اضغط على المنتج الاخير فطلع لنا اربعة، اذا هذا الاي دي، فاذا ممتاز. طيب انا عشان للايضاح، فاللي راح اعمله انه راح اقول const product id، واخزن في اللي هي القيمة اللي جات في هذا الفانكشن. فراح اقول كده ليش؟ عشان يكون الكود عندنا اوضح ونفهم الايفنت هذا عبارة اللي هو دولار ساين ايفنت عبارة عن ايش. طيب بعد كده كيف طريقة انه احذف هذا المنتج من الاري؟ هتكون product dot value، راح اعمل لها update، واقول product dot value من جديد اللي هي عبارة عن ايش؟ array. راح استخدم array function اسمها dot filter، وهذه طريقتها تاخد call back function تعدي على كل item في الarray، فيعني حتعدي على كل product صح؟ فراح اكتب هنا product. بعد كده ايش الشيء اللي ابغى اعمله؟ ابغى ارجع، احنا حنعمل statement واحدة فما احنا محتاجين هذه الـ braces. فاحنا نبى نرجع اي product، لكن يكون اهم شيء الـ product يتحقق فيه شرط معين، انه لا يساوي الـ product id هذا، انه يكون. فراح نترجم هذا الكلام، راح اقول الـ product dot id، رجع لي اي product يكون الـ id حقه لا يساوي الـ product id اللي وصلني، تمام؟ فخلونا نحفظ ونشوف انه هل شغال تمام او لا. طيب خلوني مثلا احذف هذا المنتج اللي لي الـ quantity 2، فلو ضغط نلاحظ فعلا انه اختفى. لو ضغط مرة تاني نلاحظ فعلا انه صار ما عندي الا 2 items، نحذف كمان يصير عندنا item واحد. فممتاز كده عملية الريموفينج شغالة تمام. لو عملت ريفريش نلاحظ انه رجعت المنتجات من جديد. ليش؟ لان انا ما بتعامل مع باك اند الى الان. لما نتعامل مع باك اند وقتها التعديل اللي صار حيتحفظ في الباك اند، فحتى لو عملت ريفرش خلاص ما حيبقى لي الا مثلا ايتم واحد، تمام؟ طيب نشوف الميزه اللي بعد كده اللي نبى نعملها. الميزه اللي بعد كده راح تكون انه اعمل ابديت للكوانتيتي باني ازيد الكميه. فانا راح اروح عند البرودكت كومبوننت، واجي عند اللي هو البوتون اللي راح يكون عباره عن انكريمنت، اللي هو عباره عن هذا البوتون، يكون دي الكلاس increment dash button. فأنا راح أعمل at click برضو، ونفس الفكرة راح أعمل emit، وبعدين اسم الإيفنت اللي راح أعمله emit هيكون مثلا increment dash quantity، وبعدين نفس الشيء حارسل argument هيكون اللي هو product dot id، تمام؟ وراح أعرف هذه الايفنت من ضمن الاري اوف ديفاين ايميتس، تمام؟ خلونا بس نغير خلاص تمام. طيب بعد كده راح اعمل له كابتشر هنا عند البرودكت، فراح اقول هنا at increment dash quantity راح يساوي
أسمي function أنا راح أعملها في الابديت فيو راح تكون عبارة عن increment quantity. طيب بعد كده راح أخذ نفس هذا الاسم وأعمل function راح تكون عبارة عن const يساوي، أو بالأصح قبل أحط الاسم بعدين يساوي، ونفس الشيء استقبل dollar sign event، وبعد كده أرو function. طيب وأيضا حخزن اللي هو ال product id، product id راح يساوي dollar sign event. وبعد كده لو احنا دحين اللي نحتاجه ايش نعمل؟ احنا اللي نحتاجه انه مثلا اعمل increment هنا، فانا محتاجة اعدل في القيمة اللي هي quantity لهذا المنتج، صح؟ طيب كيف بامكاننا نعدل قيمة في array؟ الطريقة راح تكون انه اسم الاري، اسم الاري عندنا products، وعشان اعدل فيها راح اقول dot values، dot value عفوا، وبعدين انا محتاجة احط الindex للايتم اللي ابغى اعدل فيه، صح؟ فراح اقول brackets وبعدين index معين، انا لسه ما اعرف هذا الindex، صح؟ وبعد كده بداخل هذا الاندكس معناته هذا الاندكس هيعبر لي عن منتج، المنتج زي ما قلنا عنده ID، عنده السعر، ومن ضمنه عنده quantity كمان، فراح اقول dot quantity وبعدين احط القيمة اللي انا ابغاها، يعني whatever هي القيمة، صح؟ طيب دحين الشيء الوحيد اللي ناقص عندي الاندكس، طب كيف اجيبه؟ الطريقة اني اجيب الاندكس راح اقول const وبعدين اعرف متغير راح اقول اسمه مثلا product index راح يساوي، وأقول اسم الأري product dot value، وبعد كده راح استخدم برضو array function اسمها dot find index. find index فكرتها أنها راح تأخذ callback function مرتان، يعني أيضا راح تأخذ callback function وراح تعدي على كل item في الأري، فراح يكون عبارة عن product. طيب أنا أبغى ألاقي الindex لمين؟ للproduct اللي الـ ID حقه، فراح أقول dot ID يساوي 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 اللي هو الـ product ID، صح ولا لا؟ كده إحنا حصلنا على الـ index للمنتج اللي بعدل كميته، فأنا راح أخذ هذا المتغير وأحطه هنا، وبعد كده أقول dot quantity وإيش أبغى أعمل فيها؟ أبغى أزودها بواحد، فأنا ممكن أستخدم الـ increment operation بهذا الشكل. خلونا نحفظ ونشوف النتيجة. طيب راح افتح الكارد ومثلا هنا الكوانتيتي باثنين، نلاحظ انه فعلا صارت بثلاثة، وحزود برضو صارت باربعة، اجرب في ايتم تاني هنا صار باثنين، فممتاز كده الانكريمنت شغال بشكل صحيح. الميزة اللي بعد كده راح تكون انه اعمل ديكريمنت او انقاص للكمية، حاليا لو ضغط على علامة الماينس ما راح يصير شيء، فخلونا نرجع للبرودكت دوت فيو وابحث عن البوتن اللي ليه الكلاس decrement button، واقول at click يساوي، واعمل emit لي event، هذا الايفنت راح اسميه decrement dash quantity، وبعد كده برضو راح ارسل اللي هو البرودكت دوت id. طيب وراح اعرف هذا الايفنت من ضمن هذه الاري اللي هي define emit emit، فراح اقول كوما وبعدين الاسم، بعد كده راح اعمل له كابتشر في الاب دوت فيو، حرجع للبرودكت من جديد اقول at decrement dash quantity راح يساوي، واعمل function عندنا هنا راح اسميها decrement quantity. طيب راح اخذ نفس هذا الاسم وانشئ function، راح اقول const، راح احط اسمها وعبارة عن arrow function، وبرضها تستقبل dollar sign event وبعدين arrow function، وايضا حخزن، خلوني أنسخه مرة واحدة. فالبروسيس والطريقة راح تكون نفس طريقة
اللي هو الزيادة نفس اللي هي increment quantity. فخلوني أنسخ الكود نفسه وأحطه هنا. حيكون الفرق إنه هنا بدل ما تكون علامة plus راح تكون اللي هي decrement operation، فراح يكون minus minus. تمام. طيب خلونا نجرب ونشوف. فهنا فعلا نقص، لو زودت، لو عفوا نقصت زيادة نلاحظ انه صار صفر، نقصت زيادة صار ماينس واحد. لكن هذه ما هي نتيجة مرغوب فيها، انه يعني يكون بامكان المستخدم انه ينقص اكتر من واحد. فهنا احنا راح نعمل كيس عشان نعالج هذه المشكلة. فانا راح اقول هعمل شيك اذا كان والله قيمة البرودكتس اللي هي قيمة الكوانتيتي راح أشيك عليها. إذا كانت already equal واحد، أنا مثلا ممكن أظهر لي مثلا المستخدم إنه مثلا الكمية هي already واحد، فمو بإمكانك إنك تنقص أقل من الواحد وخلاص. ممكن كمان حل تاني هو ده اللي أنا راح أعمله، إنه لو نقص أقل من الواحد خلاص أحذف المنتج. فأنا بإمكاني هنا إنه إذا كان والله كمية واحد أعمل call لي اللي هي الميثود remove item، وراح أرسل لها البرودكت اي دي. تمام. وخلاص اوريدي احنا شفنا الفانكشن remove item ايش راح تعمل. تمام. else اذا ما كانت قيمته بواحد، اذا خلاص تمام نقدر نعمل زي ما نحتاج انه ننقص الكمية. فخلونا نحفظ ونشوف انه فعلا يزبط او لا. فخلونا مثلا اللي هو هحذف كل المنتجات، هخلي بس اول واحد عشان نختبر فيه. فهنا الكمية عندنا باثنين، راح انقص، ممتاز اشتغل تمام، راح انقص اتحذف المنتج. تمام اذا كده شغال تمام. لو عملت ريفريش طبعا هترجع للمنتجات من جديد. بعد كده اللي راح نعمله نلاحظ هنا انه خلوني بس ارخي الديف تولز شوية. نلاحظ هنا انه هنا عدد المنتجات في السلة ما هو صحيح، وكذلك السعر ما بيصير له ابديت لو انا بحذف مثلا ايتم او مثلا حتى بازود كميته. طيب فهذه النقطتين محتاجين نعالجها. كيف حنعالجها؟ حنعالجها بانه اخليها computed properties. ليش؟ لانه قيمتها تعتمد على قيمة تانية. فخلونا نشوف كيف راح نعملها. فخلونا نبدأ اول حاجة اللي هو عدد المنتجات. بس في ملاحظة بسيطة هنا، لما جيت كتبت الاند ماونتد من مفتكر اذا كنت عملت لها import من الفيو او لا، فاعتقد هو عملها بشكل تلقائي. فالمهم انتم بحاجة انكم تعملوا import للاند ماونتد من الفيو. تمام. وكذلك نفس الشيء لو انا بستخدم computed properties انا محتاجة اعمل لها بالبداية import. طيب طيب خلونا مثلا نشوف، نحط هنا ال computed properties. فاول computed property راح تكون عندي اللي هو const، مثلا اسميها اي اسم. فانا ابغى num cart items، معناته عدد المنتجات في الكارت. تمام. الطريقة لكتابة الكمبيوتد بروبرتي راح تكون بهذا الشكل، يساوي كمبيوتد. طيب وبعد كده راح أعطيها arrow function. طيب الarrow function راح يكون فيها الكود اللي أبغى يصير كل ما تعدلت اللي هي مثلا قيمة في الاراي اللي هي products. تمام. فإحنا قلنا هنا إنه الكمبيوتد بروبرتي يعني تعتمد على قيمة تانية، فهي هنا تعتمد على الأري products. كيف؟ النم كارت items راح تكون طريقتها بإنه مثلا راح أشوف هذا المنتج كم الكوانتيتي حقته، اثنين. طيب هذا المنتج كم؟ واحد. هذا المنتج كم؟ واحد. وهذا المنتج واحد. يعني أنا متوقع إنه في النهاية يكون عدد items خمسة total. فننتبه انه احنا بنعد بالكوانتيتي، يعني مثلا مو بعدد المنتجات. يعني هنا عدد المنتجات واحد اثنين ثلاثة اربعة، لكن نلاحظ هنا انه المنتج الواحد هذا فيه منه اثنين، فاحنا محتاجين انه ننتبه للكوانتيتي.
فكيف حقعد أجمع قيم الكوانتيتي للمنتجات؟ الطريقة هذه تتم عن طريق array function اسمها reduce. خلونا نشوف كيف السينتاكس حيكون. حيكون الاري حقتي اللي هي products dot value بعدين أقول dot reduce. طيب ركزوا معايا الريديوس هذه كيف طريقتها. راح أقول call back function. طيب وبعد كده هنا في البارامترز حيكون عندي متغير أعرفه بأي اسم أنا أبغى. راح أقول items مثلا num items يعني عدد المنتجات. وبعد كده كما هعرف بارامتر تاني اللي هو عبارة عن كل item في الأري فراح أقول عبارة عن product. وبعد كده راح أقول النم آيتمز هذا هو اللي أنا راح أضيف عليه كل مرة اللي هو كمية المنتج. فاللي راح أقوله أبا كمية قيمة النم آيتمز كل مرة أضيف عليها product.quantity. تمام؟ طب إيش الانيشال فاليو أصلاً والقيمة الابتدائية لهذا المتغير اللي هو نم آيتمز؟ هنا أنا محتاجة إنه أحط كوما وبعدين أحدد القيمة الابتدائية. فحيكون في البداية عدد اللي هو الايتم صفر. تمام؟ طيب فخلونا نجرب إنه إذا فعلا يزبط أو لا. فحأخذ هذا الاسم وراح أروح في التمبلت أشوف إحنا فين كنا حاطين عدد الايتم. حيكون هنا مكانها بالضبط. طيب فأنا راح أحذف الرقم اللي هو 1 فراح أحط بدالها كمان span. هذا span هو اللي راح يضم لي العدد. فراح أقول هنا مدام أنا بأحط متغير من السكريبت من السكريبت تاج أنا محتاج أني أحط double curly braces عشان يظهر. وبعد كده هحط القيمة هذه وخلونا نشوف النتيجة. طيب حاليا ما ظهرت القيمة فخلونا نشوف ايش المشكلة. كانت المشكلة فقط انه طريقة كتابة الارو فانكشن فانا محتاج اني اشيل هذه البريسز واشيل السيمي كولن واشيل برضو اللي هو الاوبنينج بريسز. فخلونا نحفظ ونشوف النتيجة. ففعلا نلاحظ انه ظهرت النتيجة بشكل صحيح. احنا قلنا انها تعتمد على قيمة البرودكت صح؟ فمعناته اي تغيير في الكوانتيتي حيكون ريفليكتد على عدد المنتجات هنا. فخلوني مثلا احذف هذا المنتج. هذا المنتج كميته 2 فلو حذفته المفترض كم اتوقع هنا النتيجة تكون 3. فخلوني احذف واشوف انه فعلا صار العدد 3. لو حذفت كمان صار عندي 2 items. طب لو زودت هنا صار 2 وهنا 1 اذا صار 3 منتجات. فممتاز كده شغال تمام. خلوني مثلا انقص صار 2 items. لو نقصت معناته هنا حيحذف هذا المنتج فصار عندي 1 item. لو كمان حذفته صار عندي 0 item. تمام. في بس حاجة بسيطة بس هي مهمة. خلوني اقول زي الوحدة انه مثلا 5 items او whatever. فانا هنا عندي حخليها items بالاس. لكن مثلا افرض انه صار عندي 1 item فانا محتاجة انه تكون الكلمة item بدل ما تكون items. فهذا الشيء راح اعمل شك بسيط. فهنا بدل ما انا اكتب item خلوني ارجعها. بدل ما اكتب item راح احذفها وابغى اكتب كود جافا سكريبت فمحتاجة افتح دبل كيرلي بريسز. راح اقول شيك والله على النم كارت ايتمز. راح استخدم الترنري اوبريشن شيك عليها. اذا كانت ايكوال ايكوال 1 اذا كان هذا الشيء صحيح انا ابغى يرجع هنا كلمة ايتم. لو لا ابغى كلمة ايتمز هي اللي ترجع. فخلونا نحفظ ونشوف النتيجة. طيب نلاحظ هنا انه 5 items. تمام. نلاحظ 3 items 2 items 1 item ولو حذفت 0 items. فكده شغال معانا ان شاء الله بطريقة صحيحة.
تمام. ننتقل للcomputed property الثانية اللي هي حتكون السعر. فالسعر كيف راح يصير؟ حاجة شبيهة به، فراح تكون const وحاسميها cart total، وأيضا راح تكون عبارة عن computed، وراح تأخذ arrow function. خلوني ما أحط الأقواس، ماني بحاجة الأقواس. وبعد كده برضو نفس الشيء حقول products dot value dot value، وبعد كده راح أقول dot reduce، وهنا راح أعرف برضو call back من جديد، وهنا المتغير راح أسميه total، وبعدين راح تعدي على كل product. وبعدين التوتال ايش راح تكون قيمته؟ راح تكون قيمته توتال بلس. عشان احسب السعر انا محتاجة اني اشوف دحين هذا المنتج الواحد قيمته مثلا 16 دولار، لكن عندي منه 2، فانا محتاجة اني اقول 16 زائد 16، او 16 اللي هو السعر في الكمية اللي هو الكوانتيتي، ونفس الشيء بعدين اجمع عليه السعر في الكمية، أجمع عليه السعر في الكمية وهكذا. فأنا محتاجة هنا أني أقول التوتال كل مرة راح أزود عليه سعر البرودكت، بس مو بس أكتفي بكده، لا راح أضرب السعر في الكوانتيتي، عشان ممكن يكون عندي المنتج الواحد منه أكتر من، يعني أكتر من يعني كميته أكتر من واحد، تمام. فراح أقول هنا product dot quantity. طيب بعد كده أنا هحط الـ initial value أصلا للمتغير total، فراح أخليها بصفر. طيب ونحفظ ونشوف النتيجة. قبل ما نشوف النتيجة إحنا محتاجين ناخد القيمة هذه ونحطها في التمبلت أصلا. فراح أروح للتمبلت وأشوف فين التوتال مكتوب، راح يكون هنا مكتوب، هأحذفه وأحط double curly braces وأحط اسم الcomputed property. دحين خلونا نحفظ ونشوف النتيجة. فنلاحظ انه صار عندنا السعر ب80. طيب لو حذفت هذا المنتج وعندي منه 2، صار نلاحظ انه في ابديت على طول صار بالقيمة 48. طيب لو حذفت صار عندي 32 اللي هو عبارة عن 16، وهنا عندي واحد يعني كمية واحدة بس، وهنا نفس الشيء، فراح يكون 16 بلس 16. طيب لو حذفت راح يصير عندي 16 فقط. لو زودت هذا المنتج نلاحظ انه لو زودت كميته على طول راح تتعدل القيمة السعر، تمام. لو حذفته خلاص صار عندي التوتال بصفر، تمام. كده انتهينا من الكمبيوتر بروبرتي. لاحظنا انها يصير لها تعديل اول ما يصير تعديل، سواء بحذف منتج او بتعديل كميته، على طول بيصير التغيير فيه اللي هو عدد المنتجات، وبيصير التغيير في السعر التوتال. بعد كده حنبدأ في انه نشتغل على الباك اند البسيطة اللي راح نعملها، تمام. بدون اي قلق حيكون شيء جدا بسيط، وما راح نحتاج نعمل كودينج لها، يعني حتكون زيرو كودينج، تمام. لكن تساعدنا، وهي ما هي شيء يستخدم في برودكشن يعني في مشروع نهائي يعني، ولكن هي شيء يساعدنا احنا عشان كيف نعمل براكتس للـ API operations اللي هي الـ get الـ put الـ delete الـ post وغيرها، تمام. فراح نروح على صفحة الـ json-server على الـ GitHub، وراح نشوف الطريقة بشكل كامل. فبكل بساطة تحتاج انكم تروحوا على التيرمينال وتحطوا هذا الامر، تعملوا له كوبي بيست، تمام. npm install اللي هو الجيسون سيرفر، انا اوريدي عاملة دي الخطوة فما راح اعيدها من جديد. وبعد كده راح تحتاج انكم تصنعوا ملف في المشروع اسمه whatever اسمه، تمام. تقدر تختاروا الاسم زي اللي تبوه، فهنا سموه كمثال db.json. طيب بالداتا اللي أنا أبغاها، ونلاحظ إنه كده السنتاكس حق الداتا، تمام. طيب بعد كده عشان أشغل الجيسون سيرفر راح أحتاج هذا الأمر. طيب
بعد كده أنا ممكن مثلا أوصل للداتا وأقدر أشوفها فعليا. فخلونا نبدأ أول حاجة إنه أنشئ ملف اللي هو db.json. فأنا فين راح أنشئه؟ حأنشئه في الروت، فراح أقول هنا db.json تمام، وراح أحط فيه الداتا اللي أنا أحتاجها. فالداتا اللي أنا راح أحتاجها حأخذها من المشروع من الريبو، فراح أخذها وأنسخها وألصقها في هذا الملف. شوفوا كيف شكل الداتا، شكل الداتا راح يكون هنا أنا نقصت واحد كيرلي بريسز. طيب بهذا الشكل راح يكون شكلها، راح تكون عبارة عن أوبجكت واسم الداتا، اخترت اسم products، وبعد كده عبارة عن array، والarray تحتوي المنتجات، وكل منتج عبارة عن id. تفتكر انه الايمج احنا كيف عملنا لها import؟ هنا عملنا لها import بهذا الشكل صح، لكن لسبب ما هذا السنتاكس ما زبط معايا في هذا الملف، فغيرته وخليت انه يوصل لي الايمج عن طريق slash source، لانه هنا يقدر يوصل لي السورس، وبعد كده اللي هو assets image، بعدين اسم الصورة تمام، والاسم والprice والquantity نفس المعلومات اللي احنا شفناها وتعاملنا معها قبل كده تمام. طيب بعد كده قال الخطوة اللي نحتاجها راح تكون انه اشغل الجيسون سيرفر. انا بدل ما اخذ هذا اللي هو الكوماند او الامر انسخه واحطه في التيرمينال كل مرة، انا راح اخذ هذا الامر وانسخه واروح عند الملف package.json واعمل له سكريبت خاصة فيه. فانا مثلا ممكن اسمي السكريبت اي اسم انا ابغاه، فانا راح اسميها بالاسم backend تمام، وراح اقول عبارة عن هذا الامر انه عبارة عن json server watch، معناته اي تغيير يصير في الباك اند راح يصير له، يعني يصير ريفلكت على المشروع يظهر تمام. وهنا اسم الملف، وبامكاني احدد اني ابغى الباك اند تشتغل على اي بورت، فانا راح اقول بورت 5000. طيب عشان اتاكد انه اللي هو الجيسون سيرفر خلاص شغال، فانا محتاج اعمل رن لل سكريبت اللي انا حددتها اللي هي الباك اند صح. فانا راح افتح تيرمينال جديدة واقول هنا npm run وبعدين اسم السكريبت اللي هي باك اند تمام. طيب هو طلع لي ايرور، ليش؟ لاني انا فاتحة المشروع النهائي اصلا وانا مشغل الباك اند هناك، فبيقول انه البورت مشغول اللي هو 5000، فقفلت اللي هو الباك اند في المشروع النهائي، فراح اعمل رن من جديد لي الكوماند هذا. بس خلوني اعمل كلير اول للتيرمينال، وبعد كده npm run باك اند ونشوف انه فعلا اشتغل. فهنا بيقول اصلا انه كيف تقدر توصل لي الريسورس بهذا اللينك تمام. طيب دحين خلونا نفس الأوبريشنز اللي عملناها لكن كانت sync، يعني كانت بدون استخدام API، حنرجع نعمل لها refactor أو نعدلها. طيب وعشان نستخدم الـ API اللي صارت عندنا تمام. فأول حاجة راح نبدأ فيها إنه نعمل get للداتا من ملف db.json. فكيف راح تكون الطريقة؟ راح تكون الطريقة اني راح اعمل function هنا، راح اقول const واسميها الاسم اللي انا ابغاه، فحسميها fetch products تمام. وبعد كده راح تكون عبارة عن allow function، وراح استخدم فيها اللي هو method اسمها fetch. هذا الميثود تساعدني اني احصل على داتا او اعمل API operations، فراح استخدمها وراح اقول ال URL اللي هو عبارة عن ايش قلنا، هذا ال URL اللي هو localhost 5000 وبعدين slash products تمام. راح اخزن النتيجة عندي في متغير، راح اقول const وبعدين مثلا احطها في response وراح يساوي هذا القيمة.
لكن عندي الفيتش ميثود عبارة عن async operation، يعني عملية تحتاج وقت، فأنا محتاجة أني أعمل async await، بمعنى أنه راح ينتظر لما الكود ينتهي. تمام؟ مدام حطيت await بداخل function، هذه الفانكشن اللي هي الارو فانكشن في دي الحالة لازم يكون لها الكيورد async. تمام؟ بعد كده بعد ما حصلت على الريسبونس انا محتاجة احصل على الجيسون، فراح اقول const data راح تكون تساوي response.json. تمام؟ ايضا هذه عبارة عن async operation، فانا محتاجة اضيف قبلها await. بعد كده راح اعمل return لهذه الداتا اللي حصلت عليها. تمام؟ دحين نرجع، احنا فين كنا بنعمل assign لقيمة البرودكت؟ عند الهوك اللي هي اسمها unmounted، صح؟ فحاليا هذا الكود كله انا راح اعمل عليه comment ماني في حاجته، وراح اقول دحين products dot value راح تساوي القيمة اللي راجعة من الفانكشن fetch products، لكن عشان الفيتش products هذه function async أنا محتاجة إني أحط قبلها await. مادام استخدمت await أنا محتاجة هنا إني أحط قبل الأرو function اللي هي async. تمام؟ طيب خلونا نحفظ ونشوف هل فعلا تزبط أو لا. فخلونا نعمل كده refresh ونشوف المنتجات ظاهرة بشكل صحيح. طب كيف أتأكد إنها شغالة تمام؟ أنا بإمكاني أروح عند ملف db.json ومثلا خلوني مثلا أعدل الكوانتيتي الأول منتج، مثلا أخليه إن شاء الله 10، ويخلوني أسيف وأشوف أعمل ريفرش وأشوف هل يتغير أو لا. نلاحظ فعلا إن الكوانتيتي تغيرت 10، والايتمز بالتالي عددها تغير، والسعر عندي تغير، فإذا كده شغال بشكل صحيح. اللي بعد كده أبغى أعدله اللي هو ريموف ايتم، أبغى أخليه async. طيب فاللي راح أعمله إني راح أروح لي، خلونا نقفل الـ unmounted، وحاروح عند الـ remove item وأعمل منها كوبي جديدة. طيب الأولى هذه راح أعملها comment، والثانية هي اللي راح تكون النسخة الـ async. تمام؟ فبكل بساطة أنا محتاجة أني أضيف سطر واحد أو يعني كوماند واحد. هذا الكوماند إيش راح يكون؟ إنه كمان التعديل مو بس يصير في الواجهة زي هذا الكود اللي هو الفلتر، كمان أعمل الحذف في الـ API أو في الباك إند. فالطريقة راح تكون حتكون const وبعدين response راح يساوي، برضو راح استخدم الفيتش ميثود، وبعدين راح اعطيها اليو ار ال. اليو ار ال عشان ابغى احذف ايتم معين راح يكون بهذه الطريقه. لو رجعنا عند الجيسون سيرفر هنا بيقول لنا في الراوتس لو ابغى احذف انا محتاجه اني اقول سلاش مثلا بوست سلاش الاي دي لهذا البوست. فاللي راح اعمله هنا راح احط بدل دبل كوتيشن راح احط باك تكس، وبعدين احط اللي هو اللوكال هوست، خلونا ننسخه ونلصقه، وبعد كده راح احط سلاش وراح احط قيمة متغيرة، فراح اقول دولار ساين بعدين براكت عفوا مو براكت بريسز، وبعد كده احط البرودكت اي دي. تمام؟ طبعا الفتش زي ما قلنا عبارة عن await، ومحتاجين هنا نضيف async. تمام؟ بس كده احنا ما انتهينا. بعد ما عرفنا ال URL انا محتاجة اعرف ايش الميثود اللي انا ابغى اعملها. فراح اعمل object واقول الميثود اللي هي عبارة عن الoperation يعني اللي راح اعملها راح تكون عبارة عن delete. تمام؟ هذا كل اللي احتاج اعدله فيه حذف منتج. فخلونا نسيف ونشوف هل فعلا يزبط او لا. فنرجع لمشروعنا نعمل ريفرش وبعدين نشوف هذا المنتج اللي العدد كميته 10 ونحاول نحذفه. فعلا هنا تحذف من الواجهة. طيب خلونا نعمل ريفرش
ونرجع نشوف هل موجود ولا لا. ممتاز اتحذف. نرجع لملف الدي بي نلاحظ انه هو الاخر كمان اتحذف، فكده معناته نضمن انه فعلا تمت هذه العملية بشكل صحيح. بإمكاني أنا أني أرجع القيمة اللي اتحذفت بكل بساطة باستخدام اللي هو الـ Command Z، فبكل بساطة رجعت هنا القيمة اللي اتحذفت، تمام؟ ولو عملت Save ورجعت عملت Refresh من جديد ألاحظ أنه رجعت من جديد، تمام؟ اللي بعد كده راح نشتغل عليه اللي هو Increment Quantity، أنه أعملها كمان عن طريق الباك إند. فتعالوا نرجع لي مثلا اللي هي الفانكشن اللي اسمها increment quantity واعمل منها نسخة جديدة واعمل comment اللي هي النسخة القديمة، تمام؟ طيب حخلي نفس الكود واشوف هنا حيكون في شغل بسيط لكن ان شاء الله حيكون يعني مرة سهل بإذن الله، وحنمشي فيه خطوة بخطوة. طيب اول حاجة حخلي هذا الكود زي ما هو اللي هو product id وحخلي product index. في فانكشن جديدة أنا راح أعملها إنه تعمل لي فتش لبرودكت واحد فقط معين، تمام؟ فراح تكون هذا الفانكشن عبارة عن كونست، وبعدين راح تكون عبارة عن الاسم حقها اللي هو عبارة عن فتش برودكت. طيب وبعد كده راح تساوي، راح يكون فيها API operation فراح أخليها async، وبعدين راح أخلي اللي هي الأرو فانكشن، وبعد كده راح اقول الريسبونس راح يكون عندي كونست ريسبونس راح يساوي await وبعدين fetch، وبعدين عشان احصل على اللي هو product واحد او منتج واحد راح يكون الطريقة انه نفس هذا ال url انه يكون product وبعدين slash product id. فمعناته بما انه احنا محتاجين نستخدم البرودكت اي دي فانا محتاجة استقبله هنا كبارامتر، فراح اقول هنا عندنا برودكت اي دي، تمام؟ بعد كده راح اقول كونست، بعدين داتا حتكون عبارة عن زي ما قلنا await وبعدين الresponse.json، تمام؟ وبعد كده راح اعمل ريتيرن للداتا. طيب ايش فايدة هذا الفانكشن راح نشوف دحين. طيب بعد ما حصلت على البرودكت اندكس انا ابغى اعمل فيتش للبرودكت اللي انا راح اعدل على كميته، فانا راح اعمل له فيتش من الباك اند، تمام؟ فراح اقول كونست واسميه مثلا برودكت، تقدروا تسموا الاسم اللي يريحكم بس اهم حاجة تأكدوا انه يكون اسم descriptive يعني يوصف ايش هذا المتغير. فراح اقول هنا product to update يعني المنتج اللي انا ابغى اعمل عليه update. طيب فراح اقول بهذا الشكل واقول هنا fetch product. طيب انا محتاج اقولنا انه ارسل لها product id، فانا اوريدي عندي product id فقط راح ارسل لها هو، وعشان الفيتش product هي عبارة عن async function فراح اخلي قبلها await، تمام؟ بما اني حطيت await بداخل function لازم هذا الفانكشن يكون قبلها async، تمام؟ طيب ايش استفدت بانه حصلت على product اللي ابغى اعدله؟ راح انشئ object جديد راح اسميه updated product، فيعني هذا هو البرودكت او الاوبجكت اللي انا راح اعدل في القيمة حقته. طيب راح اقول product، تمام؟ وراح يساوي عبارة عن object، وبعدين راح يكون عبارة عن البرودكت to update. ايش يعني هذا الكلام؟ معناته الفاليوز اللي فيه عبارة عن الفاليوز اللي في البرودكت تو ابديت، يعني نفس الكيز والفاليوز اللي موجودة في هذا المتغير راح تصير في هذا المتغير. ولكن طبعا هذه الثري دوت اسمها spread operator. طيب
لكن أنا أبغى أعمل update على key واحد اللي هو إيش quantity، فراح أقول هنا quantity وبعدين راح تساوي، أنا راح أعمل إضافة على quantity، فراح أقول product to update، عفوا product to update، راح أخذ quantity حقته وراح أعمل عليها increment. فبإمكاني أستخدم increment operation اللي هي plus plus، تمام؟ هنا الصح إنه ما نحط سيمي كولون. طيب كده أنا بس عدلت الكوانتيتي في متغير. طب هل هذا الشيء صار في الباك إند؟ لا ما صار. فأنا محتاجة إني أعمل const response وبعدين راح يساوي await وبعد كده fetch، وبعد كده راح أحدد برضو نفس الفكرة اللي هو باليو ار ال اللي فيه البرودكت اي دي. وبعد كده لاحظوا معايا هنا ايش الاوبجكت اللي انا راح اعمله. طبعا هنا انا اعتقد انه في باك تيك ناقصة، تمام. بعد كده في هذا الاوبجكت ايش راح اعمل؟ راح اقول الميثود اللي هي الاوبريشن، لما اعمل ابديت راح تكون الاوبريشن اسمها بوت. وبعد كده راح ارسل، او قبل ما ارسل راح احط هيدرز، وهذا الهيدرز عباره عن اوبجكت، فراح اقول ايش الكونتنت تايب اللي انا راح ارسله، فراح اقول كونتنت داش تايب، وبعدين اقول عباره عن ابلكيشن سلاش جيسون، تمام. بعد ما نخرج من الهيدر راح اعرف البادي. البادي ايش راح يكون؟ البادي راح يكون الداتا الجديدة او المتغير الجديد هذا، تمام، حيكون بهذا الشكل. لكن هو حاليا على شكل اوبجكت صح، لكن احنا نحتاجه لما نرسله through API عن طريق API محتاجين ان نحول الاوبجكت الى string. ففي method أقدر أحصل عليها باستخدام json.stringify وبعدين أعطيها الأوبجكت، تمام. وبعد كده آخر نقطة هنا عندنا ما حنزود الكوانتيتي كمان، لا راح نقول هنا راح نحذف الانكريمنت أوبريشن ونقول إنه الكوانتيتي راح تساوي الابديتد برودكت اللي خلاص عملنا عليه أبديت وبعدين دوت كوانتيتي، تمام. ليش عملنا كده؟ عشان هادي بتعدل في الباك إند، هادي بتعدل في اليو آي اللي هي الواجهة اللي احنا شايفينها. خلونا نختبر ونشوف إذا كل الأمور ماشية تمام أو لا. فنعمل ريفرش كده ونشوف مثلا هذا عدد الايتمز عنده 1، فلو أضفت ممتاز شغال إنه ظهر عندي انه زاد ب2. خلونا نعمل ريفرش ونتأكد القيمة ما زالت موجودة، ونتأكد كمان في ملف الباك اند انه فعلا الكوانتيتي صارت ب2. اذا كده الاوبريشن اللي هي increment quantity شغالة بشكل صحيح. بعد كده حنسوي اللي هو عملية decrement quantity عن طريق الباك اند، فراح تكون حاجة شبيهة جدا بالincrement quantity. فخلونا نشوف، راح نرجع للفانكشن اللي كانت تعمل لنا decrement quantity واكررها من جديد واعمل comment للاولى ونشوف عندنا هذا الكود ما زلنا نحتاجه وهذا الكود ما زلنا نحتاجه. طيب خلونا نستعين بالفانكشن اللي هي increment quantity، فراح تكون نفس الخطوات تقريبا لكن فيها تعديل بسيط فقط. فخلونا نجي بعد ما حصلنا على البرودكت اندكس نحط هذا الكود اللي نسخناه، وزي ما قلنا حنعمل فيتش للبرودكت ونعطي البرودكت اي دي وحنحصل على البرودكت اللي نبي نعدله. بعد كده حننشئ اوبجكت جديد هو اللي راح نعدل فيه القيمه، تمام. راح اعمل فيه سبريد للاوبجكت الاساسي لكن حعدل على الكوانتيتي. وهنا بما اني انا بعمل decrement فانا محتاجة اغير ال increment operation الى decrement operation. وبعد كده راح اعمل fetch للproduct وبعدين slash product id، وراح اعمل الميثود بوت و
والهيدرز نفس الشيء، والبدي اني ارسل الابديتد برودكت. تمام. طيب خلوني هنا حيكون عندنا التعديل اللي نحتاجه، انه لو كانت الكمية already بواحد معناته اللي راح يصير انه راح اعمل remove للايتم، صح؟ فهذه الاف statement راح اخليها زي ما هي، else ما راح اعمل كده، else راح يكون عبارة عن statement ثانية اللي هي اللي انا حطيتها هنا، فراح اخذ هذا الكود واحطه في جزئية ال else. تمام. الى الان احنا التعديل اللي عدلناه فقط في الباك اند، صح؟ طب احنا محتاجين كمان نعدل ال UI نفسها، الواجهة، فلهذا السبب احنا محتاجين انه نعمل نفس اللي عملناه فيه اللي هو الانكريمنت، انه نقول هذا ال statement، فنقول products with value عند ال product index والquantity راح تكون تساوي ال updated product dot quantity. طيب خلونا نجرب. طيب حاليا في ايرور، فخلونا نشوف ايش هو الايرور هذا. بيقول انه في ايرور في الاويت، بالغالب ممكن يكون ما مثلا ما حطينا فعلا هنا، احنا محتاجين انه بما ان استخدمنا الاويت بداخل هذا الفانكشن محتاجين نحط هنا كلمة async. تمام. ونسيف. طيب وحيشتغل المشروع بشكل صحيح ان شاء الله دحين. فخلونا مثلا نجرب هنا عندنا مثلا هذا الايتم، خلونا نعدل على الكوانتيتي حقته انه صار بالقيمة، هو كميته اصلا 2، فلو نقصت صار بواحد. عملت ريفرش فعلا بواحد، رحت للدي بي دوت جيسون فعلا بواحد. لو مثلا حذفته او بالاصح نقصت كمان الكمية المفروض انه راح يتحذف، ففعلا راح اتحذف. كيف عرفت انه اصلا صار تغيير في السعر؟ ممكن كمان نحذف هذا، ممكن كمان نحذف هذا. عملية ال decrement quantity عن طريق API تمت بشكل صحيح. كده وصلنا لنهاية مشروعنا لليوم. بفضل الله عملنا shopping cart، اضفنا ليها مميزات، بنيناها باستخدام الـ View 3، باستخدام الـ Composition API، وباستخدام كمان اللي هو الـ Tag Script Setup، وعملنا Operations مهمة من ضمنها كيف نحذف منتج، كيف نضيف كميته، كيف نقلل كميته، كيف لو كانت كميته أصلاً بواحد خلاص نحذفه، كيف هنا عندنا نحسب عدد المنتجات في السلة، كيف نحسب التوتال. عملنا باك اند بسيطة عشان نعمل براكتس ونطبق اللي هو الـ API operations الأساسية اللي تصير في حال تواصلنا مع أي API، من ضمنها اللي هي مثلاً الـ get operation، من ضمنها الـ put للتعديل، ومن ضمنها كمان الديليت. فإذا أعجبكم المشروع، إذا استفدتوا من المشروع، اكتبوا لي في الكومنتات إيش تعلمتوا، إيش في معلومات جديدة عرفتوها، وأشوفكم بإذن الله في مشاريع قادمة. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، هذا الشيء يسعدني، وشكرا لكم.